عمل بنفس الشروط وبنفس طريقة عمل اسم الفاعل. نشوف مع بعض بقى صيغ المبالغة، عفوا اسم المفعول. تمام. اسم المفعول برضو زي اسم الفاعل واسم مفعول وصيغ المبالغة، بس ليه طريقة أو في حتة بيختلف عنها. الأول نشوف صياغة وطريقة مجيء اسم المفعول. اتفضل يا دكتور. احنا قلنا في اسم الفاعل يأتي من فعل ثلاثي وفعل غير ثلاثي. طب بعرف الفعل الثلاثي ازاي؟ احنا قلنا بنجيب الفعل الماضي ونعد حروف. تمام. طيب كلمة عامل الفعل منها عاملة ثلاثي. طب يقول لي اسم المفعول، قال لي من الثلاثي على وزن مفعول. نعم. من الثلاثي على وزن مفعول ومن غير الثلاثي ميم مضمومة مع فتحة ما قبل الآخر. طيب في اسم المفعول أنا هكتب كده اسم مفعول عندي. أنا هقول مكتوب أو مفهوم. أنا هقول موعود. أقول مصوم. مدعو. طب بس نطلع بالورقة فوق شوية يا دكتور. تمام. أستاذ صلاح خليني كده أجيب الأفعال خطأ وبعدين أصححها. الطالب هيقول لي إن ده اسم مفعول، طب أنا لما أقول له اسم الفاعل فاهم، الفعل منه إيه؟ يقول لي فاهمة، أقول له صح. طب كلمة مفهوم الفعل منه إيه؟ يقول لي فاهمة، أقول له أنت كده يعني أنت طلعت اسم المفعول مفهوم. وطلعت فاهمة، لو عليها درجتين أنت أخدت درجة. يقول لي ليه بقى؟ أقول له لأن اسم المفعول لابد أن تأتي بالفعل مبني للمجهول. ما ينفعش اجيبه مبني للمعلوم. وهو دايما يا دكتور لما بيقول لي هات فعله بيقول لي لما يقول لي اسم المفعول يقول لي هات واذكر فعله مضبوطا بالشكل. ده صحيح. عشان يبقى هو واضح كمان هو كمان. ده صحيح. هات فعله مضبوطا بالشكل. فكلمة مضبوط بالشكل يعني بقى اخلي الفعل مبني للمجهول. طب ازاي؟ مفهوم فهم مبني للمجهول. وهنوضح ليه بعد شوية لازم الفعل يكون مبني للمجهول. تمام. طيب موعود اهو معتل الاول وعد ما فيش فيها اي مشكلة. أجل مصوم، أنا هكتب الفعل خطأ وبعدين نخليه صواب مع بعض. هجيب الفعل من مصوم خطأ. أنا أقول صلاح صام. طب ده ثلاثي مبني للمعلوم. بالظبط. أنا عايز أبني المجهول. الحقيقة طبعًا في طريقتين. في طريقة تقول لك ضم الأول وطريقة تقول لك اكسر الأول. يعني لو أنا حبيت هو قال لك طالما يعني طالما ثلاثي في ألف في النص هاتها إيه وخلاص. تمام. أنا عندي مصوم أهي. الفعل الماضي اللي انا هجيبه خطا اللي هو صام. قال لي صام ده لازم يبنى للمجهول. اعمل ايه؟ الشائع والدارج والمستخدم في الثانويه العامه انك انت تكسر الحرف الاول الكسره تديني ياء تبقى صيمه. وهذه لغه كثيره في المجتمع، حتى دايما اقول ايه يا صلاح؟ قيل من مقول صيمه. طيب قال لي تنفع صومه بس الحقيقه غير مستخدم. غير مستخدمه مع طلاب الثانويه العامه. طيب ارجع بقى كده يبقى مصوم صيمة. طيب مدعو دي ما فيهاش مشكلة. دعية ضم الأول وكسر ما قبل الآخر. هو بيجي الفعل مبني للمجهول بيجي من الفعل الماضي ضم الأول وكسر ما قبل الآخر. اتفضل. تمام. طيب أو ميم مضمومة مع فتح ما قبل الآخر. يعني لو قال لي استخرج، طبعا لما بنال المجهول استخرج اسم المفعول منها مش مستخرج بقى مستخرج. والطالب يقول لي هعرفها ازاي؟ هنفرق له دلوقتي. احنا بس قلنا الصياغه ازاي. زي ما كنت بدور عن اسم الفاعل كلمه على وزن فاعل او ميم مضمومه مع كسر ما قبل الاخر، ادور في اسم المفعول على ايه بقى؟ كلمه على وزن مفعول او ميم مضمومه مع فتح ما قبل الاخر. مع فتح ما قبل الاخر. طب لو حضرتك فاكر انا قلت شروط عمل اسم الفاعل خمسه. ان يكون معرفا بقل، مسبوقا باستفهام، مسبوقا بنفي، اعتمد على مبتدا، اعتمد على موصوف، وقلت نفس الشروط ديت بتاعه صيغ المبالغه. ونفس الشروط ايضا هي بتاعه اسم المفعول، بتاعه اسم الايه؟ المفعول. طب اجي في اسم المفعول بقى عمله، احنا قلنا الشروط. هكتب جمله كده والصلاح. جمله واحده بس. اتفضل. هل مفهوم الدرس؟ فين اسم المفعول؟ مفهوم. المعمول بتاعه؟ الدرس. اعربه ايه؟ لا عندي سهم يمين ولا عندي سهم شمال، ولا شقلب بالجمله ولا هات الفعل. القاعده ثابته. الميزه بتاعت اسم المفعول ان المعمول بتاعه دائما نائب فاعل مرفوع، يبقى اصبحت كلمه الدرس هنا نائب فاعل مرفوع، ودي توضح لي ليه الفعل لازم يكون مبني للمجهول. لو انا كتبت الجمله كده فهم الطالب الدرس، وهكتب جملة كمان تحت بتقول هل مفهوم الدرس. استاذ صلاح في اعدادي قالوا له فاهم فعل ماضي وده صحيح، الطالب فاعل ده صحيح،
الدرس اهي مفعول به. وبعدين كان يقول له ابن الفعل المجهول. كان الطالب يقول ايه؟ فهم الدرس. كنت اقول له اعرب الدرس، يقول لي نائب فاعل. طب اجي في اسم المفعول اقول له فين اسم المفعول؟ يقول لي مفهوم. اقول له المعمول يقول لي الدرس. اقول له اعربه يقول لي نائب فاعل. يعني امتى بيكون في نائب فعل؟ بعد اسم مفعول او بعد فعل مبني للمجهول. يبقى لما يقول لك استخرج اسم مفعول تقول له مفهوم، لما يقول لك هات فعله ما تجيبش فهمه، لان فهمه بعدها فعل ومفعول به، هات لي فهمه اللي بعدها نائب فعل. جميل قوي. اتفضلوا الصراحه. يبقى هنا اسم المفعول خلاص كده دكتور رضا فنده تماما. اسم المفعول بيجي على وزن مفعول، هو اسمه اسم مفعول، اسم مفعول فبيجي على وزن مفعول. يعني لما يقول لك استخرج اسم مفعول دور على حاجه على وزن مفعول، مسموع، مقروء، مفهوم، مشهود، او لو ما لقيتش ميم مضمومه وفتح ما قبل الاخر. طب نفس السؤال اللي سالته في اسم الفعل، هو هيجيب لي الكلام متشكل؟ الكلمه هتيجي عليها تشكيل؟ لا. طب اعرف منين يا استاذ صلاح ان الكلمه دي اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ اقول لك برضو من النطق ومن سياق الكلام. يعني انا بقول هذا طالب مهذب، مهذب دي اقراها لي في سياق الجملة، في سياق الجملة اللي أنا قلتها، هذا طالب مهذب. أنا هنطق إيه مهذب غير في سياق الجملة دي غير مهذب؟ ينفع أقول هذا طالب مهذب وسكت؟ ما ينفع؟ لا، هذا طالب مهذب أهو النطق مهذا، الحرف اللي قبل الأخير. خد بالك من حاجة مهمة جدا في اسم المفعول أو اسم الفاعل، أو اسم المفعول واسم الفاعل سواء كان ثلاثي أو غير ثلاثي، لو في تنوين او في ته مربوطه في الاخر شيلها عشان تنطق صح. ليه؟ لان انا لو جات لي كلمه زي كلمه مؤمنا، ممكن انا اجي انطق اقول مؤمنا، ادي ميم مضمومه وفتح ما قبل الاخر مؤمنا، يبقى ده اسم مفعول. غلط. ليه؟ شيل التنوين وانطق، شيله. ها فين بقى كده؟ بقى فين الحرف اللي قبل الاخير؟ مؤمن، ادي كسر ما قبل الاخر. تمام. انا اجي بقى في اسم المفعول ميم مضمومه وفتح ما قبل الاخر، مفيش تشكيل، بس من النطق كلمه زي كلمه موظف ميم مضمومه وفتح ما قبل الاخر. يبقى انا افتكر ان اسم المفعول حاجه على وزن مفعول او ميم مضمومه وفتح ما قبل الاخر. افتكر مثلا محمود مهذب، محمود مهذب، محمود على وزن مفعول ومهذب ميم مضمومه وفتح ما قبل الاخر، ده اسم المفعول. طيب المعمول بتاع اسم المفعول دكتور رضا قال لنا ثانيه واحده قبل المعمول، عايز حضرتك بس انت تقرا لي الجملتين دول، هم هتلاقيهم على الشاشه كده. طيب انا مش عايز اقراهم انا ليه بقى؟ عشان الطالب بيقول لك ما انت اللي كتبتها وانت عارف ايه هي، فهو هيقول لك برضه الصراحه يعني متفقين مع بعض. لا ومدرس بقى. طيب انا عايز طيب تقسمها واكيد الطلاب هيقروها. تمام. عايزهم يقروا معانا كده يعني، خلينا نديهم دقيقه كده بس يركزوا فيها، هنديهم كده دقيقه بس هم يركزوا في قراءه الجمله، وانا هحط لهم خط اهو تحت كلمه مش هقولها بقى. كلمه دي تحتها خط، وعايزين النطق السليم بتاعهم. اعتقد هم كده قرأوها مش كده؟ اكيد. طيب احنا اديناهم دقيقه اهو. بس انا مش عارف يا دكتور. لا طبعا، ازاي انت استاذنا يعني. ربنا يبارك فيك. انا هقول طب دعني اخطئ يا دكتور. اتفضل يا حبيبي. الرجل مستخرج البترول، وهل مستخرج البترول؟ حتى سياق الكلام مش ماشي، يعني انا لو قريت بالطريقه اللي انا بقولها دي، الرجل مستخرج البترول وهل مستخرج البترول، انت فهمت ايه؟ انما تعالى ننطقها بالطريقه اللي صح يا جدع. الرجل مستخرج البترول. انا كده فهمت ان الراجل استخرج البترول. طيب السؤال الثانيه بقى، هل مستخرج البترول؟ كده انا الدنيا ماشيه ومفهوم الكلام. ودكتور رضا على فكره يعني اعد لينا قطعه بعد ما هنخلص دلوقتي، هو اعدها بنفسه بنفسي وكمان يعني شامله وفيها كتير من كل اسم الفعل واسم المفعول وصيغه المبالغه، وهنشوف من خلالها ده. لكن انا عايز اعرف كلمه البترول في الجملتين يا دكتور. طيب اسمح لي قبل ما اعرف كلمه البترول الصلاح، ما اعرفش اذا كنت تتفق معايا في الرؤيه بتاعتي ولا لا. هي رؤيه يعني قابله للصواب والخطا يعني. حضرتك طبعا قرات قراءه جميله وقلت الرجل مستخرج البترول. هل مستخرج البترول؟ النطق بتاعي كده سليم، لان قال لي دي اسم فعل ودي اسم مفعول. تمام. دي كسر ما قبل الاخر ودي فتح ما قبل الاخر. تمام. الرؤيه اللي عايز اقولها بقى، لو انا طالب ينفع اقول لو انا اعرف مين اللي استخرج يبقى ده اسم فاعل، لو ما اعرفش يبقى ده اسم مفعول؟ يعني هنا مين اللي استخرج؟
الرجل يبقى دي اسم فاعل. هنا من اللي استخرج؟ انا ما اعرفش. يبقى دي اسم مفعول. بس حضرتك برضو جايب كلمة تنفع تبقى اسم زمان ومكان. اه طبعا حسب سياق الجملة بقى. حسب سياق الجملة. تمام. بس جميلة الطريقة برضو اللي قالها دكتور رضا ديت، اني انا لو اعرف مين اللي قبل مين اللي استخرج يبقى هي هنا اسم فاعل، لو ما اعرفش تبقى اسم مفعول. احنا قلنا اللي بيجي بعد اسم المفعول او معمول اسم المفعول ده نائب فاعل. وخليكوا افتكر، لان احنا قلنا اسم الفاعل وصيغ المبالغه اللي بعديهم اللي هو المعمول بتاعهم، لا اما فاعل لا اما مفعول به. انما عندنا، احفظ معايا، عندنا قاعده بتقول معمول اسم المفعول نائب فاعل على طول. عندنا قاعده بتقول معمول اسم المفعول نائب فاعل على طول. بس مش عايز طالب يكتب لي نائب فاعل على طول. هي نائب فاعل مرفوع، مرفوع بس على طول، دي عشان تحفظ معايا. تمام. مع اني ما بحبش الحفظ في النحو، بس في حاجات كده عشان يبقى ايه في يعني مع الجناز ده او السجع ده تحفظ معانا وتبقى ثابته في الدماغ طبعا. طيب كده